ايش تعملين؟ ايش لك في مجال التجارة اليوم؟ من قال لك؟ شوف، سيدة أعمال اليوم لا 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 صرتي. لا لا، الله يستر عليك. ما لا شاء الله، الله يزيدك يعني. لا لا لا، والله ما هي مسألة سيدة أعمال. زمان يعني أنا بديت إني أتجه لمجال ثاني إضافة للإعلام، وهذا الشيء أنا اتجهت له نقول يمكن من بداية 2002 تقريبا. من 2002 بديت أشتغل بهذا الموضوع. كنت إذا أخذ راتب أخذ عليه قرض، وهذا الشيء أنا ما أخجل أني أقوله، معظم الناس بدأت أمورهم المادية من هذا الاتجاه. يعني كنت أخذ قرض على راتبي حتى لو كان الراتب بسيط، أستثمر القرض في شيء ثاني. ما كنت إنسانة أركض وراء الماركات، يهمني البراند المعين أني ألبسه. أتحدى أحد كان يقول أني كنت أحضر المحافل الإعلامية أو الأمسيات الرمضانية اللي تضم الإعلاميين أو أي شيء يكون فيه تواجد إعلامي كبير وعزايم. ما كنت أروح، كنت إنسانة كثير مركزة على مسألة أني أنا أبني نفسي. يمكن هذا التركيز يرجع لأسباب كثيرة، وأهمها أني أنا إنسانة تعبت بحياتي وشفت تعب أبوي رحمة الله عليه، وشفت تعب إخواني وخواتي. فكنت حاطة على بالي وبالي شيء معين، أني أنا لابد أني أنا أساعد أهلي. كان هذا هو الهدف الأول في حياتي، أنه الله سبحانه وتعالى ترى بعض المرات يرزقك عشان أنه أنت تكون سبب لرزق ناس ثانيين. فكنت كثير أركز، أقول لك هذا الكلام في البدايات، كنت كثير أركز على مسألة أني لابد أن يكون عندي مورد ثاني مش الإعلام وبس. الإعلام يمكن ما يحقق كل اللي حققتيه اليوم. لا والله، زمان زمان ما كان الإعلام يحقق كثير. الإعلام الحين ما شاء الله يحقق مردود مالية كبيرة، بس على وقتك يمكن. على وقتي أنا، يعني أنا أعطيك مثال بسيط. كان راتبي أيام ما كنت بتلفزيون أبوظبي 20,000 دولار، إحنا نتكلم عن بحدود 75,400 درهم تقريبا ذيك الأيام. هذا تأخذ عليه أحلى قرض من بنك. فبديت أخذ لي قبل تلفزيون أبوظبي، بديت أخذ شقة بسيطة أفرشة، وهي طبعا بعدها مرهونة، أفرشة وأجرة، فمن إيجارها تصير تسد القرض. عقب ما خلص أخذ شقة ثانية، أرهنهم الاثنين، أخذ الثالثة، أأجرهم كلهم يسدون إيجاراتهم، عرفت، يسدون قرضهم، أخذ الرابعة. هلم جرا بدينا بشقق بسيطة، بعدين عمارة، بعدين فيلا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني وصلت المرحلة أني عقب خلاص، طالما أنه عندك مثلا لنفرض نقول 10 عقارات وكلها مأجرة ويجيب لك مردود، تقدر عقب أنك تشتري الشيء بدون ما أنك تأخذ قرض. صحيح، ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. يعني توافق من الله، يعني ما هو أني أنا لقيت جر الذهب. لا، الإنسان بعض المرات حتى لو راتب الإنسان بسيط، حتى لو نتكلم لنفرض عن 10,000 درهم، ترى يقدر إذا يبغي بس في يقدر يعني يشتغل يقول بها. بعضهم يرى يعتقد أنه هذا الأمر من زوجك السابق أو من أمور يعني لها علاقة بالزواج. لو كان هذا الأمر من زوجي السابق، ومع أنه طبعا ما يقصر، لكن كان ما كانت كل شيء كان قبل ما أتزوج. يعني الحمد لله كل شيء أنا أملكه والملك لله كان قبل زواجي، بس ما كنت أحب أتكلم، ما كنت أحب أسولف. يعني المثل يقول داري على شمعتك عشان تأيد، على قولة مصري، المصري مو شاطرة كذا.